عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد ان شاء الله. النهاردة هنزل لكم كونفج تاني، بس طبعا الكونفج ده هيكون مدته اسبوع، مختلف عن الكونفج الاولاني، لان الكونفج الاولاني كان 3 ايام. قبل ما ابدأ بس متنسوش تصلوا على النبي وتشتركوا في قناة وتوصلوني 1500 مشترك او 2000 مشترك، وياريت تشتركوا في قناة عمار محمد، سيب لكم لينك القناة تحت في الديسكريبشن، وقناة تعلم الاندرويد برضه سيب لكم لينك القناة تحت في الديسكريبشن، وتقدم الاحتراف العالمي برضه سيب لكم لينك القناة تحت في الديسكريبشن. النهارده ان شاء الله الكونفج بتاع النهارده هيكون الحقن. طبعا مش هينفع اجرب لان انا في مشكله عندي في الاي بي. الاي بي عندي ما بيتغيرش عن 10، ولو جاب 100 بيجيب 100 نقطه 123. يا ريت يا جماعه لو حد يعرف الطريقه يعني، او يعرف يحل المشكله دي يكتب لي في الكومنت او في الكومنتات سوري. طبعا هنخش على الحقن دلوقتي. طبعا الناس اللي محمله الحقن جديد او كانت حاطه كونفج، انت اول حاجه اول ما تخش هتخش على العلامة اللي فوق دي، وهتضغط على استيراد ملف. هتخش بعد كده على الهاتف. طبعا انت هتنزل هتلاقي في الداونلود، طبعا عشان انا اللي عامل الكونفج فانت هتلاقي باسم تجربة 2، تمام، لان احنا لسه بنجرب الكونفجات. انت هتضغط هتلاقي الكونفج اتحمل قدامك بالشكل اللي انت شايفه ده. تمام، طبعا انا عندي الاي بي في حاجة رخمة شوية يعني. تمام، بس ده كده كان فيديو بسيط، وسيب لكم اللينك الكونفج ان شاء الله تحت في الديسكريبشن. تمام، ولينك برضو برنامج الحياة تحت في الديسكريبشن. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.